بسبب غلبة الأهواء، فإن بعض الناس إذا قرأت عليه الأحاديث الواردة في الصلاة أقبل قلبه عليها، وإذا قرأت عليه الأحاديث المتعلقة بالصيام أقبل قلبه عليها، وإذا قرأت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة المتعلقة بالتعامل مع ولي الأمر نفر، والسبب في ذلك غلبة الأهواء. وإلا كيف يليق بمسلم أن ينفر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالذي أمر بالصلاة وأمر بالصيام هو الذي أمر صلوات الله وسلامه عليه بطاعة ولي الأمر، ولهذا بعض الناس ينفر، وإذا وجد أحدا يقرأ الأحاديث المتعلقة بولي الأمر غضب وكره ذلك ولم يطق سمع ذلك، والسبب غلبة الأهواء. السبب غلبة الأهواء، فالواجب على المسلم فيما يتعلق بالإنكار على ولي الأمر أن يقرأ الأحاديث الواردة في السنة في طريقة التعامل مع ولي الأمر، يقرأها جيدا، وفي ضوء تلك الأحاديث ينطلق، فينطلق من السنة لا من الهوى. ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، فإذا قرأ الأحاديث وفهمها وعرف دلالاتها وضبط هذا الأمر ونصح لولي الأمر في ضوء هذه الأحاديث آتت نصيحته أكلها. وإن لم يفعل ذلك، نعم قد يقال عنه بطل، وقد يقال عنه جريء، وقد يقال كذا، لكن هذا لا يقدم ولا يفيد، وإنما الذي يفيد الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ركزت عليه في بدء الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة ينبغي أن تقرأ وأن يعمل بمجموعها وبما دلت عليه.